أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الهيئة نت المتظاهرون في ذقار يهتفون ضد إيران وقاسم سليماني. في العرب اللندنية عدوى انتفاضة العراق تمتد إلى إيران. في الجزيرة نت احتجاجات إيران، السلطات تلوح بالقبضة الحديدية لمواجهة المخربين. في عربي 21 قتيل باحتجاجات إيران وقلق من الحدود مع العراق. في القدس العربي العراق يتأهب لإضراب عام لدعم إسقاط الحكومة والبرلمان. في العربي الجديد الصفدي يعتذر عن تشكيل الحكومة المقبلة في لبنان. وفي الشرق الأوسط إيران في دائرة الاحتجاجات وسقوط قتلى وجرحى. إلى أول المقالات. يوما بعد يوم تسطر ثورة العراق ملحمتها الوطنية لتلتف من حولها كل طبقات المجتمع العراقي وكل أبنائه، نساء ورجالا وحتى أطفالا، على الرغم من الجهاز القمعي المسموم الذي يريد إسكاتها وقمعها بأقصى أنواع العنف وبكل ما أوتي من وسائل إرهابية، سواء في القنصب الرأس والصدر أو بالقنابل المسمومة والمسيلة للدموع وخطف النشطين المؤثرين القياديين للتظاهرات. ثورة تشرين، عنها كتبت ولاء سعيد السمرائي في صحيفة العربي الجديد. حولت حالة التظاهر الذي هو فعل سياسي إلى طريقة حياة لم يعتد عليها العراقيون، وجدوا فيها زخماً من النشاط والديناميكية والتفاعل الإيجابي السامي الذي أحدث حالة من العطاء الجماعي لا توصف، طغت على كل مشاهد الثورة الإنسانية العميقة لتلونها بأجمل الألوان ولتجعل من تابعها وتفاعل معها يصفها بأحاسيسه ومشاعره وبانفعال قوي وعفوية بالأسطورة. في بضعة أيام استطاع شباب محروم من العيش الكريم ومهان ومحتقر من طبقة طفيلية جاء بها الاحتلال ونصبها عليه حكاما لتنفيذ مخططاته، أن ينشئ وعيا عاليا يتشارك فيه الجميع في العراق وخارجه في سابقة لثورة وحركة شعبية لا مثيل لهما ولا تنطبق عليها قوانين الثورات السابقة في العالم. أحدث هذا الجيل ثورة ديمقراطية وشعبية عابرة لمكونات الشعب المختلفة ليستقبل في ساحة التحرير وباقي ساحات العز والفخر جميع مكونات شعبنا التي رفعت صوتها مفتخرة بهويتها الوطنية. تتابع ولاء سعيد السمرائي قائلة إن حكومات المنطقة الخضراء فاقدة أصلاً للشرعية لأنها من تصميم المؤامرات الخارجية، التعبير الذي وصف به مرشد إيران علي خامنئي تظاهرات ثورة العراقيين. أما حكومة عبد المهدي فقد جاءت بعد انتخابات غير دستورية شارك فيها فقط أقل من 20% من الشعب العراقي. الآن إلى القدس العربي، وفي مقال منشور فيها جاء في مطلعه: حملت مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الإيراني طابعا رمزيا كبيرا للعراقيين المنتفضين ضد نظام الحكم في الشوارع. فالرياضة وكرة القدم على الخصوص ترفع أمل الشعوب المقهورة، فكيف حين يتعلق الأمر ببلدين تتشابك حدودهما الجغرافية كما يشتبك تاريخهما بشكل وثيق، وقد عانى شعبهما من كوارث الحرب بينهما، وتتداخل الآن في مصيرهما إشكاليات تبعية الكثير من مسؤولي وسلطات بلاده وميليشياتها الحزبية إلى إيران. جاء ذلك في افتتاحية القدس العربي. نتابع. بعض المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية لا يخجلون من الإفصاح عن ضعف شأنهم
حين يقومون بالمناشدة والطلب ممن تبدو جهات أعلى منهم على التصرف، كما فعل رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي حين أصدر بياناً دعا فيه إلى إطلاق سراح اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في وزارة الداخلية، والذي تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية اختطافه في وضح النهار وسط بغداد، واتهمت ميليشيا تابعة لإيران باختطافه، مما أثار سخرية العراقيين الذين اعتبروا أن بيان عبد المهدي يليق بناشط مدني وليس برئيس حكومة. مثال آخر على ذلك جاء أمس من وزير الدفاع نجاح الشمري الذي أعلن في مؤتمر صحفي الخميس أن هناك طرفاً ثالثاً يقوم بقتل المتظاهرين في العراق، مشيراً إلى المقذوفات التي استخرجت من أجساد المتظاهرين القتلى لم تستورده أي جهة عراقية، وأنه لم يدخل العراق عن طريق الحكومة. تبدو تصريحات الشمري متشابهة مع تصريحات سابقة لمسؤولين عسكريين وأمنيين عرب في البلدان التي قتل فيها محتجون خلال تظاهرات سلمية في محاولة إبراء أنفسهم من مسؤولية قتل المتظاهرين، وهي تحمل مفارقة قاتلة لأنها لا تبرئ هؤلاء المسؤولين حقا، بل تساءل صدقيتهم في استلام المسؤوليات والمناصب التي يحتلونها. في هذه الأثناء تستمر الشعوب العربية في ابتكار أشكال الاحتجاج السلمي العظيم ضد الظلم والفساد والاحتلال الأجنبي، ويجترحون بطولات هائلة، فيما يظهر مسؤولهم مزيجاً أو يظهر مسؤولهم مزيجاً بائساً من الغطرسة والمهانة. الآن إلى صحيفة أحد عربي 21، وفي مقال منشور فيها جاء فيه: بعد تورط الحكومة بقتل وجرح واعتقال آلاف المتظاهرين السلميين، طالب مجلس النواب بحضور رئيس الحكومة إلى المجلس للاستجواب، وبعد يومين من المطالبات البرلمانية صمت غالبية البرلمانيين، ولغاية اليوم لم يذهب عبد المهدي إلى المجلس. التطورات الأخيرة أثبتت أن خطابات وقرارات الحكومات والبرلمانات المتعاقبة ما زالت في ذات الدوامة، وجميعهم يحاولون رمي جمرة الفشل على الآخرين، ووسط هذا اللهيب يحترق الوطن والمواطن بنيران القتل والترهيب والتهجير وفقدان الخدمات وأبسط المقومات الحياتية. في العراق سمعنا آلاف الخطابات الدينية والسياسية، وجميعها عبارة عن وعود لم ترى النور ولم ينفذ منها حتى 10%. ومن يتابع قرارات حكومة بغداد والبرلمان بعد المظاهرات المستمرة يجد أن قراراتهم عبارة عن ردود فعل، وهذا يؤكد غياب التخطيط والبرامج المسبقة. فهل الدولة تقاد بخطابات غير موثوق بها؟ وهل الحلول للمشاكل الوطنية الكبرى يكون بالتصريحات المزيفة والوعود غير الصالحة للتطبيق، أم بالعمل الجاد الداخل ضمن الإمكانيات بعيداً عن التهويل والوعود غير المثمرة؟ الحالة العراقية بحاجة إلى حلول جذرية تتم عبر تغيير المنظومة السياسية كاملة وترتيب البلاد لتنطلق نحو مرحلة جديدة ليس في قطارها أي مقعد للمتهمين بقتل المواطنين وترهيبهم واختطافهم. يبدو أن هنالك صفقة سياسية لمحاولة إنهاء التظاهرات وإعادة تدوير النظام الذي حكم مدة 16 عاما. الآن إلى مقال منشور في صحيفة الحرة أو على موقع الحرة، وجاء فيه: منذ نشأة العراق ولبنان ككيانين مستقلين وفق الثوابت السياسية للموروث العثماني الذي حولته اتفاقية سايكس بيكو إلى دول مستقلة، تقاطعت بينهما الأحداث وترابطت بشكل كسر ثوابت الجغرافيا السياسية التي تفصل بينهما، وباتا يخضعان لتحولات سياسية اقتصادية واجتماعية وثقافية جعلت كلا منهما أي لبنان والعراق أشبه بدولتين محاذيتين يتأثران مباشرة بالأحداث الداخلية والخارجية التي يتعرضان لها. مقال للكاتب مصطفى فحص في موقع الحرة.
يتابع العالم اليوم حدثين متشابهين على الأقل بالشكل في ساحة التحرير وسط بغداد وساحة الشهداء في بيروت. القواسم المشتركة ما بين المعتصمين في الساحتين ليست وليدة الصدفة السياسية أو الظروف الإقليمية التي فرضت نفسها على المنطقة منذ أبريل 2003، بل هي حصيلة لتراكمات من الأحداث السياسية والعسكرية المحلية الإقليمية والدولية غيرت في تكوينهما السياسي في أكثر من مفصل، وغير شكل المنطقة في محطات كبرى لم تزل تداعياتها مستمرة حتى الآن. وحديثا يتشابه مصير لبنان والعراق ويتقاطع من سقوط حكم البعث في كلا البلدين إلى خضوعهما للوصاية الإيرانية التي تواجه اليوم واحدة من أصعب معضلاتها السياسية في مواجهة الأغلبية الشيعية العراقية المدعومة من مرجعية تؤمن بالمشروطية. وفي لبنان تواجه أغلبية شعبية انتفضت على الصيغة الطائفية التي كانت تحاول طهران إعادة إنتاجها وفقا لشروطها السياسية. راهنت إيران على مئوية جديدة تتغير فيها طبيعة لبنان الكبير وعلى منع الوطنية العراقية من استعادة الدولة. فشلت إيران في مراهنتها بتغيير العراق ولبنان، والدليل الجموع التي تهتف ضدها في الساحات. الآن إلى مقال منشور في صحيفة العربية الجديد، وجاء في مطلعه يقول الكاتب إبراهيم الزبيدي إن الضرر الذي تلحقه الأحزاب الكردية بالعراق لا يقل عن خطر إيران، ومن الضروري أن أبحث عن حل جذري ونهائي لازدواجية الولاء المزمنة لدى قادتها. لا يمكن وضع الأفراح الشعبية الهادرة الشاملة التي اجتاحت مدن العراق وقراه في الداخل والمغترفين في أرجاء الدنيا الواسعة في خانة الأفراح الكروية الاعتيادية أبداً، بل هي فعل سياسي بامتياز عبرت به الملايين العراقية عن استبشارها بهذه الهزيمة الرمزية الإيرانية، تعبيراً صريحاً واضحاً عن مدى ما تكنه من بغض عميق للنظام الإيراني، رغم أن اللاعبين الإيرانيين المهزومين ليسوا من قادة النظام ولا من الممثلين الرسميين للولي الفقيه في هذه المباراة التي جاءت في وقتها المناسب تماماً دون أدنى شك. لم يكن هذا الكره الهائل للنظام الإيراني ناجماً فقط عن مسؤوليته عن ويلات الخراب والدمار والفساد والفقر والظلم التي حلت بالشعب العراقي في الأعوام العشرة الأخيرة، بل هو بسبب السجل الإيراني الأسود الغارق في الدم العراقي البريء منذ أواخر حكم الشاه رضا بهلوي مروراً بالأربعين سنة من حكم الخميني وورثته المعممين. ومن المسلم به والمعروف والمكشوف لكل ذي عينين وأذنين من العراقيين أن إيران هي العدو رقم واحد، ويدخل في معسكرها جميع الأحزاب والميليشيات الشيعية العراقية وسنة السفارة الإيرانية وحزب جلال الطالباني. جاء في العرب اللندنية أيضاً إن الانتفاضة الباسلة تقف بشجاعة وصمود لإقالة نظام الفاسد وتعديل الدستور ومحاسبة الفاسدين، لكن الأحزاب الكردية تقف بصلابة ضد مطالب الشعب العراقي المنتفض ويرفضون إقالة عادل عبد المهدي الملطخة يداه بدماء خيرة شباب الوطن، كما أنهم يرفضون أي تعديل أو تغيير في الدستور الأعرج الذي فصلوه على مقاسهم في غفلة أو جهالة أو انتهازية من أحزاب إيران الفاسدة. الآن إلى ما اخترنا لكم من أخبار منوعة، والبداية بهذا الخبر وهو عن تركيا، حيث تحتل تركيا المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في ترتيب الدول الأكثر تصديراً للمسلسلات، بعد أن وصلت المسلسلات التركية للمشاهدين في 146 دولة حول العالم بأوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا وأمريكا الجنوبية والشمالية. وتلقى المسلسلات التركية إقبالاً كبيراً من قبل أكثر من 700 مليون مشاهد في بلدان تمتد من روسيا إلى الصين ومن كوريا إلى أمريكا اللاتينية.
ويتربع مسلسل القرن العظيم على رأس المسلسلات التركية التي تم تصديرها لأكبر عدد من الدول، إذ شاهده أكثر من 500 مليون مشاهد في 70 دولة مختلفة حول العالم. وتحقق الدراما التركية نسب مشاهدة عالية في كثير من الدول العربية مثل الأردن والعراق وقطر والمغرب وتونس والجزائر، وتحتل مركزاً بين أكثر الأعمال مشاهدة في كثير من الدول العربية. في إطار السينما والتلفزيون وليس بعيدا عن الخبر السابق، حيث دخل فيلم الجوكر تاريخ السينما من أوسع أبوابه بعدما تخطت إيراداته العالمية حاجز المليار دولار، ليكون بذلك أول فيلم مصنف يحقق هذا الإنجاز. وتجاوز فيلم الجوكر عتبة المليار دولار بعد حوالي 7 أسابيع من عرضه الأول في شباك التذاكر العالمي وفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية. ويجسد الممثل خواكين فينيكس في الفيلم دور رجل وحيد مريض نفسيا يصبح مشهورا بالصدفة بعد ارتكاب عمل عنيف، ولقى الفيلم استحسان النقاد مع افتتاحه في أوائل أكتوبر الماضي، لكنه فجر الجدل في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أنه قد يشجع على العنف، مما دفع شرطة لوس أنجلوس إلى تكثيف عناصرها حول دور السينما. إلى الكاريكاتير. نهاية صدى الأقلام، طاب يومكم وإلى اللقاء.